يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير وأنا جلست للتشهد الأول لأني مسبوق، هل أقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تتابع الإمام ما هي بس. نعم، بعض العلماء يقول تكرر التشهد الأول، لكن هذا لا دليل عليه. نعم.